يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التوسل بعمل النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته؟ لا، لا تتوسل إلى الله بعمل غيرك، توسل إلى الله بعملك الصالح، أما عمل غيرك فهو له وليس لك فيه ليس لك فيه مشاركة، كل له عمله. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فلا تتوسل إلى الله بعمل غيرك، توسل إنما وبعملك أنت، العمل الصالح. نعم.